ما انا اسال نفسي احنا ايه اللي ناقص في رمضان، كنت اقعد اتفرج كده وانا قاعد في ديكيرنس في بلدنا هناك، قاعد اسمع الاذاعه واشوف التلفزيون اقول في حاجه ناقصه، فاقول ايه؟ طيب الاهتمام بالبرامج الغنائيه والاستعراضيه والدراما والمسلسلات وكل ده رائع، ايه اللي ناقص؟ ففهمت انه احنا ما عندناش وعي بالثقافه الدينيه شويه. يعني مثلا لو سالت حد احنا بنصلي طول الوقت فبقصار الصور، لو سالت حد وقلت له سوره الاخلاص هي ايه؟ هيقول لك الاخلاص ما فيش، انما تقول له سوره قل هو الله يقول لك كذا. طيب قل هو الله، الله الصمد، يعني ايه الصمد؟ تخيل بقى، يعني هو ده اللي فجر جوايا ان اعمل برنامج الجائزه الكبرى. قل اعوذ برب الفلق، يعني من شر ما من شر غاسق ومن شر نفاثات في العقد، اعوذ برب الملك الناس اليه الناس من شر الوسواس الخناس. جدا كنت حابب ان انا اكون فاهم ديني، وانه يبقى في صيغه لتقديم المعلومه الدينيه ببساطه اللي فيها الوسطيه، اللي فيها فهم المصريين للدين، اللي بتعمل توازن، اللي ما احنا متصالحين مع نفسنا والحمد لله. طبعا. مفيش حد يجي يقول لنا الدين ايه، احنا كمصريين عارفين ديننا كويس سواء مسيحيين او مسلمين. انا فاهم ديني كويس، وفي نفس الوقت عندنا حب الحياة، احنا مش منعزلين، يعني احنا بيقول لك ايه، مش معتصمين في الماضي في الزمان، لا متزمدين، لا مش متزمتين، احنا منفتحين. فبدأت البرنامج انه انزل للناس، انه شكل البرنامج التقليدي الديني ان في المسجد في الاستوديو المشايخ الفقهاء، لا انا نزلت اسال الناس في الشارع.